سلام صبايا، اليوم أنا حأشتغل هذا الصندل أو الكلاش للبيبي. كتير حلو وناعم، هو من عمر 3 شهور لست شهور. طبعا أنا اخترت هاللون لأنه بيلبق للصبيان وللبنات، كتير حلو وكتير ناعم. وهذا من جوا، شايفين كيف سهل وما بياخد وقت، بسرعة بيصير معنا. للصبايا اللي عم يشوفوني لأول مرة، بتمنى تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. رح نحتاج لإبرة، أنا رح استخدم إبرة مقاسها 3 ملم، ولماركر، ولخيط لونين. أنا اخترت اللون الأبيض وهذا اللون الأخضر الفاتح، هو قطن 100%. بالنسبة للخيط تقريبا رح نحتاج ل50 جرام. خلونا نبدأ صبايا. رح نبدأ بالعقدة، بعدين بدنا نرتفع 16 سلسلة. 1 2 3 4. أنا عملت 16 سلسلة. هلأ إذا حبينا يكون مقاس أكبر منزيد سلسلتين، كل ما بدنا مقاس أكبر منزيد سلسلتين. هلأ هون عن تاني سلسلة رح نعمل غرزة عمود بلفة، ورح نكمل غرزة عمود بلفة بكل سلسلة موجودة معنا. صبايا أنا وصلت لعند آخر غرزة، هذا الشكل حيصير معنا. هلأ بآخر سلسلة رح نعمل 6 غرز عمود بلفة بنفس المكان. 1 2 3 4 5 6. هلأ بدنا نرجع بالرجوع، مقابل كل غرزة عمود في غرزة عمودنا نعملها. أهم شي هون 6 أعمدة ما بيتغيروا، حتى لو زدنا العدد أول غرزة بتتم مثل ما هي وآخر غرزة مثل ما هي. نحن حنعمل تزايد بالأعمدة اللي بالنص. هلأ هون عنا هي 6 أعمدة، فهذا العمود هو اللي حنبدأ فيه، ورح نرجع غرزة واحدة أو عمود واحد بكل غرزة موجودة. صبايا هذا الشكل حيصير معنا. هلأ هون عملنا 6 غرز عمود بلفة، كمان هون عند آخر غرزة لازم يكونوا 6. هون في عنا 1 فحنعمل 5. هلأ هون الأعمدة طلعوا معي 13 غرزة عمود، تمام. فهون عند آخر غرزة هي هي العمود، رح نعمل 5 غرز عمود بلفة. 2 3 4 5. وهي الغرزة حتكون الغرزة السادسة، فهون عند هي الحلقة في غرزة أول عمود رح نعمل منزلقة. فهون معنا 6 أعمدة، وهون 6 أعمدة، وبالنص عمود مقابيله عمود. هلأ هون بدنا نعمل منزلقة لحتى ننتقل لأول عمود، وهيك منبعد عن هدول 6 أعمدة. رح نرتفع السلسلة وبنفس المكان غرزة حشو. هلأ بدنا نعد 5 غرز حشو، هاي 1 2 3 4 5. وعند سادس غرزة رح نعمل نصف عمود، غرزة واحدة بس. بعدين الغرز يلي بعد منا غرزة عمود بلفة لحتى نوصل لبداية 6 أعمدة اللي عملناهم. رح نعمل غرزة عمود بلفة عند كل غرزة. صبايا أنا وصلت لعند أول غرزة من هدول 6 غرز، شايفين كيف؟ هلأ هون بالست غرز بكل غرزة رح نعمل 2 عمود تزايد،
واحد، اثنين، حيكون 12 غرزة. اثنين، اثنين. إذا ضعنا فينا نتأكد من هون، عنا 6 غرز، نحط إصبعتنا هون، فهيك خلصنا تزايد. هلأ رح نبدأ بأول عمود من السطر، حنعمل غرزة عمود بلفة، فوق كل غرزة عمود. أنا عملت 7 غرز عمود. إذا ضعنا فينا نشوف هون وين نص عمود، فنفس السطر، هاي هي الحلقة، هون رح نعمل نص عمود إذا عم نشتغل بغير هالعدد. هلأ بعدين حنعد 5 غرز حشو، 1، 2، 3، 4، 5. إذا طلعنا حنلاقي إنه صرنا عند 6 غرز. هون أول غرزة، هلأ هون 6 غرز، بكل غرزة رح نعمل 2 حشو تزايد، 1، 2. آخر غرزة هي الستة، 2 حشو. هي عنا المنزلقة، السلسلة عند أول غرزة حشو، هاي رح نعمل منزلقة هذا الشكل. هلأ آخر سطر رح نرتفع 6 سلسلة، وبنفس المكان رح نعمل غرزة عمود بلفة، هاي رح نعتبرها غرزة عمود بدون السلاسل، يعني السلاسل ما رح نحسبهم. هلأ بدنا نشتغل غرزة عمود بلفة لنوصل عند أول هون التزايد بالعمودين. صبايا أنا عملت 13 غرزة عمود مع أول غرزة. هلأ هون وصلنا لعند أول تزايد. بأول تزايد أول تنتين رح نعمل بس غرزة عمود واحدة فوق كل غرزة يا الشكل. بعدين هون بدنا نبدأ التزايد، فوق كل غرزة رح نعمل 2 عمود بلفة، رح نعد 8 غرز، هاي 1، 2، وهي آخر غرزة 8. هلأ إذا نطلع حنلاقي حالنا وصلنا لعند آخر غرزتين تزايد. نعمل غرزة عمود بلفة فوق هدول غرزتين تزايد، تمام. هلأ هون بدنا نعمل غرزة عمود بلفة لنوصل لعند أول تزايد بالحشو اللي عملنا. هلأ بدنا نعد 8 غرز، فوق كل غرزة غرزتين عمود بلفة، 1، 2. صبايا أنا عملت 8 غرز تزايد عمود بلفة. هلأ هون بيبقى عنا مثل ما عملنا بالبداية 2 عمود، هون بيبقى عنا 2 غرز. بكل غرزة رح نعمل غرزة عمود واحدة، 1، 2. وهون عند أول غرزة عمود بلفة عملناها رح نعمل منزلقة، بعدين سلسلة، ورح نقص الخيط. هذا الشكل يلي حيصير معنا. صبايا رح نعمل 4 قطع من القاعدة تبع الصندل. إذا بتحبوا نفس اللون أو غير لون، أنا عملت اللون الأبيض واللون الأخضر الفاتح، لأنه بعدين بدنا نحطهم على بعض بهالشكل، تمام. صبايا هلأ بالبداية رح نحط السنارة بهالشكل ونشوف النص، تمام، ونحط الماركر عند النص. بعدين نعد 1، 2، 3، 4، 5، 6، ورح نحط الماركر هون، وكمان نفس الشي رح نعد 1، 2، 3، 4، 5، 6،
وراح نحط الماركر بهالطرف. هلأ بدنا نبدأ من هون، رح نبلش هون، رح نبدأ بالطرف اليمين. رح ندخل السنارة مطرح الماركر بهالشكل، ورح نطلعها من الطرف الثاني هيك. رح نجيب الخيط اللي نستخدمه أو نبدأ فيه، ورح نسحبه بهالشكل. تمام. هلأ بدنا نعمل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبدنا نروح لعند الماركر يلي بالطرف الثاني هون. رح ندخل سنارة ونطلعها من الطرف أو الغرزة الثانية، نلف الخيط ونسحبه. تمام. نعمل منزلقة بهالشكل. هلأ بدنا نلف الشغل، وحوالين السلاسل رح نعمل 10 غرز حشو، 1 2 3. صبايا انا عملت 10 غرز حشو داير من دار السلاسل. هلأ هون بدنا نطلع على الغرز هون، رح ندخل السنارة ونطلعها من الغرزة الثانية. رح نلف الخيط وبدنا نعمل غرزة حشو، كمان رح نرد ندخل السنارة ونطلعها من الطرف الثاني، كمان رح نعمل غرزة حشو. رح ندور بالشغل اللي عم نشتغله، ما حندخل بأول غرزة بتاني غرزة، ورح نعمل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو موجودة معنا. صبايا أنا وصلت لعند آخر غرزة حشو، هي هي رح نعمل غرزة حشو. هلا بهدول ما رح نعمل شي، رح ندخل السنارة هون، وبعدين نعمل مثل ما عملنا بالطرف الأول غرزة حشو، هاي أول وحدة، كمان وحدة تانية، بعدين بدنا ندور بالشغل مو عند أول غرزة بتاني غرزة. رح نعمل غرزة حشو، هي آخر غرزة حشو. تمام. كمان رح نعمل نفس الخطوات، ندخل السنارة هون عند آخر مرة، منطلع من غرزة تانية، نعمل حشو كمان مرة، حيكونوا مرتين، منلف الشغل مو عند أول غرزة بتاني غرزة. رح نكرر هالخطوات لحتى يصير معنا 5 سطور. نحن هلأ هون عملنا سطرين، وهذا الثالث رح يبقى معنا سطرين بس لخلص برجعكم. صبايا أنا عملت هلأ هيك 5 سطور، هون عند آخر شي رح نعمل كمان غرزة حشو واحدة، وبعدين آخر شي رح نعمل غرزة منزلقة بهالشكل. رح نعمل سلسلة ونقص الخيط، بعدين منخبيه من جوا. هلأ هون لحتى نساوي الطرف اللي من ورا
بدنا نعد هون سبع غرز، هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هون سبعة، نحط الماركر وهون نفس الشي. ومنبلش من الطرف اليمين، ندخل السنارة من هون ونطلعها من الغرزة اللي بعدها ونضيف اللون الجديد. بدنا نرتفع السلسلة وبعدين بدنا نكمل غرز حشو. بهالشكل بنفوت من غرزة نطلع من غرزة تانية، ونطلع الخيط، بعدين نعمل غرزة حشو. رح نكمل هالخطوات لنوصل لعند الماركر. وصلت لعند الماركر، هذا الشكل حيصير معنا. وهون بآخر غرزة عند الماركر آخر غرزة حشو حتكون. رح نرتفع السلسلة ندور بالشغل. هلأ ما حنشتغل بأول غرزة، رح نشتغل بتاني غرزة. كمان رح نعمل غرزة حشو فوق كل غرزة موجود، هدول من الغرز، فوق كل غرزة غرزة حشو. وصلت لعند آخر غرزة، رح نعمل غرزة حشو، نرتفع السلسلة ندور بالشغل. مو عند أول غرزة بتاني غرزة كمان رح نعمل غرزة حشو داير مندار. رح نكرر هالخطوات لحتى يصير عنا ست أسطر. شايفين كيف هيك ست أسطر؟ ونحن عم نشتغل حيصير معنا هالميلان، بيعطي جمالية للصندل. صبايا أنا عملت ست أسطر وهذا الشكل حيصير معنا، تمام. هلأ هون بدنا نعمل 14 سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة 12 13 14. هلأ صبايا بدنا نعد 8 غرز، تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8. عن ثامن غرزة رح ندخل السنارة ورح نعمل غرزة حشو، تمام. بعدين بدنا نعمل 15 سلسلة، واحد اثنين مناسبة لحتى المكان نحط فيه الزر، تمام. بعدين بدنا نلف خيط، نعمل سلسلة ونقص الخيط. بالنسبة للفردة الثانية، تمام، رح نقص الخيط ونخبيه. بعدين رح نعمل 15 سلسلة، نعد من هون، يا أما منحط هون الغرز ونتأكد أي غرزة بالنص، أو منعد الغرز بالنص. وبعدين رح نعمل غرزة الحشو، بدنا نعمل 14 سلسلة، واحد اثنين ثلاثة. صبايا أنا عملت 14 سلسلة، عند أول غرزة موجودة معنا رح نعمل المنزلقة، بعدين سلسلة وننقص الخيط. هلأ بدنا نبدأ بهي الفردة. رح ندخل السنارة بأول غرزة ورح نضيف خيط جديد. بالبداية بدنا نرتفع 3 سلاسل، واحد اثنين ثلاثة. بعدين بدنا نعمل غرزة عمود بلفة، فوق كل غرزة موجودة معنا بهالشكل،
رح نكمل غرزة عمود بلفة داير من دار لنوصل لهم. هلا أنا اشتغلت غرزة عمود بلفة لوصلنا لعند السلاسل. هدول السلاسل 14 سلسلة، رح نشتغل بعشر سلاسل غرزة عمود بلفة. رح نعد 10 غرز. تمام، هاي أول سلسلة بدنا نعمل عمود بلفة، بدنا نكمل أنا عملت 10 غرز عمود بلفة. هلأ هون في عنا الأربع غرز، رح نعمل تناقص بغرزة العمود. رح نعد هون 4 غرز، هاي 1 2 3 4 وفي عنا غرزة الحشو ما نساها. كمان نعمل تناقص بالحشو. هلأ عنا 4 سلاسل بالطرف الثاني، كمان نعمل فيهم تناقص. هاي 1 2 3 4 هلأ هيك صار عنا 10 حلقات، وهون عنا 4 تناقص و4 تناقص، وبالنص غرزة الحشو كمان تناقص. هلأ بدنا نمسك هي الغرزة لحتى ما تضيق، بدنا نلف الخيط وبننطلعه من كل الحلقات. نشد الخيط منيح، نشد الخيط، شايفين كيف صار معنا هذا الشكل. آخر شي نعمل سلسلة. هلأ بيبقى عنا هدول السلاسل، بدنا نعمل غرزة عمود فوق كل سلسلة موجودة أو بقيت معنا. أنا عملت غرزة عمود بلفة وصلت للأخير. آخر شي رح نعمل تقريبا سلسلتين مقاس الزر اللي حتحطيه، وهون رح نعمل مزلقة بعدين سلسلة وننقص الخيط. صبايا بالنسبة للفردة الثانية رح نبلش بالسلاسل، يعني حنمشي بالعكس بنفس الخطوات. من عند أول سلسلة رح نضيف الخيط الجديد بعدين رح نرتفع على حسب السلاسل اللي عملناها بأول فردة. إذا عملنا 3 سلاسل نعمل 3 سلاسل، إذا عملنا سلسلتين نعمل سلسلتين، وبعدين بدنا نمشي غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة عمود وبنفس الخطوات. وهون حنعمل تناقص ورح نكمل غرزة عمود بلفة داير من دار، وهون رح نقص الخيط. صبايا أنا هلأ كملت غرزة عمود بلفة داير من دار، وهون آخر شي عمود بلفة وسلسلة، وبعدين خبيت الخيط، خبيت كل شي خيطان موجودة. هلأ بدنا نركب الطرف الثاني مثل هاد. طبعا أنا هون خبيت أول شي الخيطان الموجودة هون، كل شي خيطان. هلأ بدنا نجيب القطعة الثانية، هذا من جوا وهون من برا، فحنحطها بهالشكل. بنحط الطرفين بالنص. تمام، ومن تحت كمان بنحط ماركر لحتى ما تزيح الغرز. هون بالنص. تمام، وهون بالنص.
تمام. هلا بدنا نبدا من ورا بهالشكل. فينا من عند النص نبلش او قبل، ما في مشكله. بناخذ حلقتين من الجزء الاول، حلقتين من الجزء الثاني، ومنجيب اللون اللي حابين نضيفه، بنسحبه بنفس المكان. رح نعمل سلسلة وغرزة حشو، حنمشي فوق الخيط لنخبيه نحن وعم نشتغل، حنمشي غرزة حشو عادية، ناخد حلقتين من هون وحلقتين من ورا. طبعا ما انه هنين اثنين نفس المقاس فما رح يأثر عنا العدد، المهم يكونوا مقابل بعض، حيكونوا نفس الغرز ونفس العدد. غرزة حشو داير مندار، رح كمل بنفس الطريقة داير مندار لوصل لعند أول سلسلة. برجعكم صبايا صبايا، أنا مشيت غرزة حشو داير مندار، وهون بآخر غرزة نعمل غرزة حشو وعند أول سلسلة رح نعمل منزلقة. بعدين سلسلة ورح نقص الخيط وبعدين نخبيه. إذا حبينا نحط شي جوا قبل ما نسكر بشكل كامل، قطعة بلاستيك. صبايا أنا قمت كل شي خيطان زايدة وحطيت الزر، وهذا الشكل النهائي. ويدخل التاني كمان نفس الشي. سلام.